طيب ننتقل إلى آخر لحظة ونقرأ فيها تجميد استيراد الأدوية المنتجة محلياً. أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عن تجميد استيراد الأدوية المنتجة محلياً تدريجياً بحسب خطة موضوعة بالتنسيق مع غرفة صانعي الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. شكل المجلس لجنة لإضافة أي صنف يغطي الاستهلاك بنسبة 100% لقائمة الأدوية المجمد استيرادها. من جهته أكد الأستاذ أمين أو أكد أمين مجلس الأدوية والسموم الدكتور زين العابدين الفحل أن قرارات الرئيس الأخيرة بشأن الأدوية ستسهم في توفير النقد الأجنبي ودعم وتطوير الصناعة الوطنية بالإضافة إلى انسياب الدواء بصورة مستمرة في الصيدليات. يتبادر سؤال هنا أستاذ عبد الرحمن الأمين، هل المصانع المحلية المنتجة للأدوية هل هي مؤهلة للعب هذا الدور المهم؟ من ناحية الكفاءات والقدرات المهنية، السودان يتوفر على كفاءات وقدرات مهنية عالية جدا، لكن هناك إشكالات أساسية. للأسف أن هناك رسوم جمركية ورسوم غير جمركية تفرض على مدخلات الإنتاج الدوائي، وهذه ترفع من تكلفة الإنتاج المحلي. هذه واحدة. المشكلة الثانية في التمويل. أذكر قبل فترة قليلة جدا أصحاب مصانع الدواء قالوا أنهم سيتوفرون على صنع الأدوية محليا وسيوفرون حاجة البلاد منها، شرط توفير التمويل لهم، وحددوا المطلوبة من التمويل ب 200 مليون دولار، كل الذي تم توفيره لهم 20 مليون دولار. كذلك هناك إشكالات أساسية فيما يتعلق برفع الرسوم، دعم مدخلات الإنتاج، توفير التمويل في حينه، الحماية، وهذه الدولة تكفلت بها أن يكون هناك حماية للمنتج. لكن هناك إشكالية يا أخي محمد عثمان، نحن الآن نقترب من الدخول في منظمة التجارة العالمية، وهذه المنظمة تفرض إلقاء كل الرسوم الجمركية، وتكون بوابات السودان مفتوحة لكل واردات الدنيا ليس بلوس حماية الإنتاج المحلي. فما لم تكون هناك إنتاج دوائي في السودان بتكلفة معقولة جدا قادرة على التنافس مع الوارد، فإنه يصعب في هذه الحالة حماية الإنتاج الوطني، وسنكون حينها شئنا ما بين سندمر قطاع الدواء الوطني. طيب لإنجاح هذه التجربة ما هو المطلوب من الدولة لضمان نجاح هذه التجربة؟ لنجاح هذه التجربة المطلوب الآتي: أولا إقامة محفظة لاستيراد مدخلات الإنتاج الدوائي، هذه نقطة. النقطة الثانية تكوين كارتلات أو شركة كبيرة لكل مصانع الدواء، لأن الدواء حين يتم استيراده بكميات كبيرة فإن هذا يخفض تكلفة استيراده. رفع كل الرسوم والقيود الجمركية وغير الجمركية على مدخلات الإنتاج الدوائي. تأمين استقرار الإمداد الكهربائي. الآن أصحاب مصانع الدواء يقولون أنه في حالة انقطاع الدواء الكهربائي فإنهم يعتمدون على انقطاع الإمداد الكهربائي، أنهم يعتمدون على المحروقات، وهذه تكلفتها تساوي 5 أضعاف الإمداد الكهربائي. فما لم تتوفر كل هذه المطلوبات يصعب الحديث عن إنتاج محلي دوائي في السودان. نعم. طيب الآن هنالك شح حسب ما ورد من العديد من المواطنين، هنالك شح في بعض الأدوية للأمراض المزمنة، وهذه الأزمة ظلت تتكرر، المواطنون يشكون مر الشكوى من شح هذه الأدوية. أنا أتكلم عن دور المجلس في علاج هذه المشكلة جذريا، خصوصا إنه داخل على تجربة جديدة، تجربة إنتاج الأدوية محلياً. هذه الأزمة والمشكلة لا تعني مجلس الدواء والصيدلة والسموم، وإنما تعني هيئة الإمدادات الطبية. تذكر قبل شهور حين تخلت الدولة عن مسؤوليتها في دعم الدواء، وحين طلبت من شركات الأدوية أن تحصل على الدولار للاستيراد بسعر العملة المحرر أو بعد تعويم سعر الصرف، بمعنى سعر السوق الموازي، هذا رفع من سعر الدواء. حينها قالت الدولة لتخفيف شكوى المواطنين
أو لمحاصرة شكوى المواطنين من ارتفاع سعر الدواء، قالت الدولة أنها ستتكفل بتوفير كل الأدوية المنقذة للحياة، منها أدوية الضغط وأدوية السكري وكذلك أدوية القلب وكذلك أدوية الرعاش وكذلك كل هذه الأدوية، قالت الدولة أنها ستتكفل بها. فأي شح في هذه الأدوية المنقذة للحياة ومن بينها أدوية ضغط الدم، هذه مسؤولية الإمدادات الطبية ومسؤولية الحكومة بشكل مباشر جدا. الآن القطاع الخاص أخي محمد عثمان في ظل ارتفاع سعر الدولار والحصول عليه من السوق الموازي، فإنه طبعا صاحب رأس المال، يوظف رأس ماله في الأدوية التي تحقق له ربحا، وكذلك الأدوية التي تحقق استهلاكا سريعا، وكذلك الأدوية التي لا تكلفه رأس مال كبير جدا. ومن ثم فإن مسؤولية الدولة أن تتوفر على كل هذه الأدوية المنقذة للحياة.